السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما جاء في عناوين أخبار السودان السياسية والاقتصادية والرياضية الصادر صباح اليوم. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.